أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة الاقتصادية التفصيلية من أون لايف، وفيها ترأس القائم بأعمال مجلس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا للحكومة لمتابعة المشروعات الجارية بكل من وزارات الصحة والنقل والإسكان. وتناول الاجتماع الذي حضره الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور هشام عرفات وزير النقل متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع والموقف التنفيذي لها. وكان مدبولي قد التقى في وقت سابق وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار لمتابعة الملفات المتعلقة بقطاع الانتاج الحربي. وصرح وزير الانتاج الحربي بأن هذه المشروعات تضم مشروع إقامة مصنع لألواح الطاقة الشمسية، والذي يتم بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. كما أشار العصار إلى مشاركة الوزارة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحلية المياه، وذلك من خلال تصنيع الأنظمة الخاصة بتحلية المياه بالتنسيق مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية بهذا الملف. غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم وزير الطيران المدني شريف فتحي متوجها إلى موسكو على رأس وفد من الوزارة، وذلك لعقد لقاء مع وزير النقل الروسي وكبار المسؤولين في النقل الجوي. وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني أنه من المقرر أن يوقع وزير الطيران خلال زيارته لموسكو بروتوكولا لإنهاء إجراءات استئناف الحركة الجوية بين مصر وروسيا. وكانت الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة قد توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية في منطقة الحسنة بشمال سيناء في نوفمبر 2015. وفي سياق متصل، صرح وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف بأن روسيا ومصر قد توقعان اتفاقا غدا لاستئناف الرحلات المدنية الروسية لمصر. وأوضح سوكولوف أنه قد يتم استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة أوائل فبراير المقبل على مسارات شركة مصر للطيران وشركة الطيران الروسية إيروفلوت. وقد ذكرت القناة الخامسة الروسية أنه ينتظر توقيع بروتوكول متعلق بالطيران خلال الزيارة التي يجريها وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي إلى موسكو. وأشارت إلى أن الحديث يجري مبدئيا عن عودة الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة، فيما يتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية مماثلة تسمح بعودة الرحلات السياحية بين روسيا والمنتجعات المصرية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في القمة المصرية الروسية يوم الاثنين الماضي قد أشاد بالجهود التي بذلتها مصر في الإجراءات الأمنية بالمطارات، وأعلن عن استعادة روسيا لحركة السياحة في القريب العاجل. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропорту. وخلال هذه الفترة فإن الجانب المصري بذل جهودا جبارة من أجل رفع مستوى الأمن في مطاراته. Обговорили с господином президентом алгоритм дальнейших совместных действий, направленных на возобновление прямого авиасообщения. وناقشنا مع فخامة الرئيس المصري تسلسلية الخطوات المشتركة من أجل استئناف الطيران المباشر. Служба безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. وقدمت لي وكالة الأمن الفيدرالي تقريرا بأن الجانب الروسي بشكل عام مستعد لفتح الطيران والرحلات بين موسكو والقاهرة. Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола. Будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время. وهنا لابد من التوقيع على البروتوكول الحكومي بهذا الشأن، ونحن سنسعى إلى التوقيع بهذا البروتوكول في القريب العاجل. توجهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إلى فرنسا اليوم للمشاركة في الاجتماع السنوي لمركز التكامل المتوسطي بمارسيليا، والذي تستمر فعالياته حتى السبت المقبل. ويهدف المركز إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم تلك المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة. وتشمل الزيارة عقد حوارات على مستويات صانعي القرار والإدارة المحلية والشباب للمشاركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بهدف زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة الاجتماعية.
رصد صندوق تحيا مصر 185 مليون جنيه لتنمية منطقة بئر العبد في شمال سيناء بعد حادث مسجد الروضة، والمخطط الشامل لتطوير المنطقة إلى جانب الخطط التنموية الجاري تنفيذها في سيناء. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للصندوق برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وبحضور اللواء محمد أمين إبراهيم أمين الصندوق ومحمد عشماوي المدير التنفيذي للصندوق والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق أيضا. وأكدت نصر أهمية العمل سريعا على دعم المشروعات التنموية في منطقة بئر العبد من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة تضمن توفير حياة معيشية كريمة للمواطنين كافة في شمال سيناء. أعلن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع سكن مصر، وكان قد تم طرحها بالمدن الجديدة خلال الفترة من سبتمبر وحتى أكتوبر من العام الحالي هذا. وسيتم إجراء القرعة بداية من يوم الخميس الموافق 21 من ديسمبر الجاري لعام 2017 وحتى يوم الخميس الموافق 18 من يناير من العام المقبل 2018. وأوضح مدبولي أن وزارة الإسكان كان قد سبق لها طرح 40,000 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور وبدر ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة أيضا. افتتحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان مؤتمر ومعرض الاستثمار العقاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي والمنعقد تحت عنوان مصر بت الربلك. ويمتد المعرض خلال الأيام من 14 وحتى 16 من ديسمبر الجاري بهدف جذب المصريين المقيمين في دولة الإمارات والأجانب للتعرف على الفرص العقارية والاستثمارية في السوق المصرية. وعبر مشاركتها قالت السفيرة نبيلة مكرم إن الدولة مهتمة بالمصريين بالخارج وحريصة على إشراكهم في حركة التنمية في مصر. وخلال ندوة خاصة تم عقدها بحضور وزيرة الهجرة ومساعد وزير الإسكان تم عرض فيلم عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في هذه الفترة الوجيزة. أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر قرارا بمد فترة عمل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بتشكيله الحالي لمدة 3 أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق أيهما أقرب. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران أن القرار يأتي في ضوء المقترح الذي تقدمت به الهيئة بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الصندوق الحالي. سيطرت الارتفاعات بنحو جماعي على مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم، فارتفع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 0.19%، وصعد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.61%، كما زاد مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.61%. مينا بشرى معنا من مقر البورصة المصرية ليطلعنا على ختام جلسات الأسبوع مينا وتعميق للمكاسب واضح طبعا. نعم مساء الخير ولاء، بالفعل أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات هذا الأسبوع على صعود جماعي. كافة المؤشرات استقرت نحو المنطقة الخضراء بختام التعاملات، وإن كان التذبذب قد سيطر على أداء المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 حيث استهل التعاملات على تراجع ببداية الجلسة ثم عاد مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء، ولكن خلال الساعة الأخيرة من التعاملات قلص المؤشر الرئيسي جزءا من مكاسبه الصباحية ولكن وتراجع دون مستوى 14700 نقطة، ولكن ما زال المؤشر مستقرا واختتم التعاملات على التواجد داخل المنطقة الخضراء ولكن بنسبة صعود محدودة بلغت نحو 0.19%، ومسجلا 14679 نقطة عند نهاية التعاملات. وهذا الصعود كان بدعم من الاتجاه الشرائي من قبل العرب والأجانب والمؤسسات. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني مستقر داخل المنطقة الخضراء منذ بداية التعاملات وحتى الإغلاق بنسبة صعود وصلت إلى 1.61%،
ومسجلا 800 ونقطة 804 نقاط عفوا بختام التعاملات. وهذا الصعود من جانب المؤشر السبعيني كان بدعم من القوى الشرائية المكثفة من قبل صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا المؤشر إي جي إكس 100 ارتفع أيضا بنفس النسبة والمقدار، حيث بلغت بختام التعاملات 1.61% صعودا أيضا، وبذلك وصل المؤشر إلى مستوى 1902 نقطة عند ختام التعاملات. أما بعد ذلك إذا تحدثنا عن فئات المتعاملين، فالبداية مع نسبة استحواذ المستثمرين المصريين فقد وصلت بختام التعاملات إلى 46.33%، وبصافي بيع تجاوز 18 مليون جنيه. في مقابل ذلك اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بنسبة استحواذ بلغت 56%، وبصافي شراء تجاوز 9 ملايين جنيه. بالمثل اتجهت تعاملات الأجانب أيضا نحو الشراء بختام التعاملات بنسبة استحواذ وصلت إلى 47.8%، وبصافي شراء تجاوز 9 ملايين جنيه. أما إذا تحدثنا عن تعاملات المؤسسات فقد اتجهت نحو الشراء اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 60.99%، في مقابل اتجاه الأفراد نحو الشراء بنسبة استحواذ بلغت 39.1%. أما بعد ذلك بالنسبة لأداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فالبداية مع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فجاء في المرتبة الأولى سهم جالاكسو سميث كلاين بنسبة بلغت نحو 9.98% صعودا. الشروق الحديثة للطباعة في المرتبة الثانية بمقدار 9.64% في وتلاه بعد ذلك سهم غاز مصر بمقدار 9.28% صعودا. العبور للاستثمار العقاري في المرتبة الرابعة بنسبة 7.93% صعودا. MM جروب للصناعة والتجارة العالمية في المرتبة الخامسة بنسبة 7.91% صعودا. أما بعد ذلك بالنسبة لقائمة الأسهم الأكثر انخفاضا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء سهم جولدن بيراميدز بلازا بمقدار 8.47% تراجعا. العرفة للاستثمارات والاستشارات بنحو 5.56% تراجعا. الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 4.84% تراجعا. المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 4.63% تراجعا. النصر لصناعة المحولات في المرتبة الخامسة بنسبة 4.11% تراجعا. أما بعد ذلك إذا تحدثنا عن أداء القطاعات اليوم وتحديدا أنشط القطاعات بختام التعاملات، ففي المرتبة الأولى جاء قطاع البنوك بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 516 مليون جنيها، تلاه بعد ذلك قطاع العقارات بقيم تداول تجاوزت 200 مليون جنيها، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الاتصالات بقيم تداول تجاوزت 150 مليون جنيها، وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الكيماويات بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 143 مليون جنيها، وتلاه بعد ذلك قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بقيم تداول تجاوزت 132 مليون جنيها. أيضا بالنسبة لمستوى السيولة، فمستوى السيولة مستمر في الارتفاع، حيث وصلت السيولة بختام التعاملات إلى مستوى 1,793,000,000 جنيها. نعم. وذلك بحجم تداول تجاوز أو وصل إلى 263,486,000 سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 30,000 عملية. نعم. أخيرا وسريعا بالنسبة لمكاسب الأسهم المقيدة اليوم، فقد وصلت إلى أو تجاوزت 4 مليارات جنيه، وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع الخمس جلسات المتتالية لهذا الأسبوع قد ربحت الأسهم قرابة 31 مليار جنيها. رقم كبير جدا مينا. طيب سؤالي الأخير، أنه رفع الفائدة في الاحتياطي ربما أثر على بعض الأسهم لديك المقومة بالدولار، أليس كذلك؟
نعم بالفعل ولاء، صحيح هذا صحيح بالفعل. قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي برفع الفائده على الدولار تحديدا، رفع هذه الفائده بمقدار ربع نقطه مئويه ليصل الى 1.5%. ارتفاع هذا القرار ادى ببعض المتعاملين الى القيام بعمليه تسييل لمحافظهم الماليه، ربما البعض بيفضل الاستثمار مع رفع الفائده فالاتجاه نحو البنوك بفائده اكثر امانا، فبالتالي اتجاه البعض الى تسييل المحافظ الماليه وعمليات البيع للاتجاه نحو الودائع المقاومه بالدولار، فبالتالي هذا القرار انعكس بشكل سلبي الى حد ما على الاسهم المقاومه بالدولار بفعل هذه العمليات البيعيه عقب هذا القرار. نعم، واثر على العديد ايضا على الذهب ايضا، ولنا وقفه عند الذهب. انا بشكرك على اي حال من بشرى مراسلنا من مقر البورصه المصريه على كل هذه التفاصيل. وإلى أسواق المال العربية والتي تباين أداء مؤشراتها بنهاية التعاملات، حيث ارتفعت بورصتا الكويت والبحرين فيما تراجعت باقي البورصات الخليجية. نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كوجوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو، وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية، وآخرها كان نتائج الربع الأول من عام 2017-2018. جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها بنك بي ان بي باريبا في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري. وكشف نائب وزير المالية عن بدء اعداد الحكومة لبرنامج اصلاح اقتصادي طويل المدى يغطي الفترة ما بعد 2019، ويشمل محورين اساسيين. الاول يعنى بتعزيز الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة، والثاني يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة. للمزيد معنا هاتفيا من باريس حول هذا الموضوع طبعا الأستاذ يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي ان بي باريبا. أهلا بك مجددا أستاذ يوسف. هذه الحلقة النقاشية أو هذا اللقاء يعني جاء في أي إطار أو في أي سياق؟ مساء الخير. يمكن الحلقة النقاشية دي كانت جاءت في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر بالتعاون مع وزارة المالية. احنا نظمنا حوالي 4 حلقات نقاش من نفس النوع السنة دي في عواصم عالمية زي واشنطن، نيويورك، لندن، القاهرة وباريس. حضور الحلقة النقاشية دي كان بعض شركات فرنسية صناعية تعمل في قطاعات الطاقة، الأدوية، التصنيع الخفيف ومواد البناء، وبعض صناديق الاستثمار الفرنسية الكبرى. نعم، تم استعراض طبعا ما تم إنجازه من الحكومة المصرية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهنا أحب أن أتوقف عند ما قيل عند البرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدى ما بعد 2019، يعني ماذا ذكر نائب وزير المالية هنا في هذه النقطة تحديدا؟ الفكرة الرئيسية في الحلقة النقاشية دي، وده اللي كان مختلف عن اللقاءات السابقة، انه برنامج الإصلاح الاقتصادي تحول من مرحلة التثبيت او الاستقرار لمرحلة النمو، وده انعكس بشكل واضح في ارقام الربع الثالث للعام المالي للعام الجاري 2017 اللي هو الربع الاول من العام المالي. نمو فاق توقعات السوق حوالي 5.2%، بطالة بدأت تنخفض بشكل اسرع 11.9%، و ميزان المدفوعات هيحقق فائض كبير السنه دي. فالتركيز هيبقى على في العام الثاني من الاصلاح هيبقى على دفع النمو، تنفيذ بعض الاجراءات اللي اتخذت في العام الاول زي مثلا قانون الاستثمار محتاج وقت للتجريب على المستوى العملي وتحديد المشاكل المتعلقه بالتطبيق ومعالجتها. ولذلك احنا متوقعين نتائج للنمو اعلى بكثير في العام الثاني من العام الاول.
الفكره برضو الجديده اللي اتذكرت انه الحكومه بتبص ما بعد 2019 يونيو 2019 هو نهايه برنامج الاصلاح الاقتصادي بتاعه مع صندوق النقد الدولي. صحيح. الفكره انه يبقى في برنامج طويل الاجل بيعالج بعض المشاكل الهيكليه في الاقتصاد المصري زي ضعف شبكات الحمايه الاجتماعيه وتشجيع دور القطاع الخاص بالذات في القطاعات زي الغذاء والتوزيع. فده كان الاتجاه دلوقتي انه التفكير ما بعد 2019. نعم. أود أيضا إلقاء الضوء على يعني ماذا كانت ردة الفعل هناك أثناء هذه الحلقة النقاشية، وخصوصا أنه في تجارب شركات فرنسية ناجحة كثيرة في مصر هنا، يعني ألم يدفع هذا مثلا بدخول شركات أخرى صغيرة متوسطة فرنسية إلى السوق المصرية؟ رد الفعل بشكل عام إيجابي. معظم المجموعات الفرنسية الكبرى متواجدة في السوق المصري تجاربها ناجحة لحد ما. يمكن المشاكل الرئيسيه اللي كانت بتواجههم الثلاث سنين اللي فاتت كانت متعلقه بمشاكل خاصه بالاقتصاد زي الطاقه زي قله العمله الصعبه. المشاكل دي اتحلت بشكل كبير. فبعض مشاكلهم الجاريه حاليا متعلقه بالبيروقراطيه ب منافسه الدوله في بعض الاسواق الخاصه بيهم، فهي مشاكل اكثر خاصه بحالات اكثر منها مشاكل عامه للاقتصاد. الفكره الرئيسيه في عام 2018 هو معالجه بعض المشاكل دي على المستوى التنفيذي والبيروقراطي. ده بالنسبه للمستثمرين الصناعيين اللي بيخلقوا وظائف. بالنسبه للمستثمرين الماليين اللي بيستثمروا في السندات والاسهم المصريه، في حاله اعجاب كبير بنتائج السنه الاولى من برنامج الاصلاح، وفي حاله ترقب كمان لبدء تخفيض سعر الفايده، لان ده وقت اللي هيولد معدلات اكبر للاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري. انا بشكرك من باريس، هاتفتنا الاستاذ يوسف بشاي مصرفي اول ببنك بي ان بي باريبا، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمره مشاهدينا الكرام، ولكن بعد الفاصل. مليار وستمائة مليون جنيه لتحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بني سويف أسيوط. وفد برلماني يتفقد عددا من المشروعات القومية بالبحر الأحمر. من جديد أهلا بكم. اجتمع وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع مسؤولي شركة ألستوم الفرنسية لمتابعة الموقف التنفيذي لتحديث نظم الإشارات على خط بني سويف أسيوط، والذي تنفذه شركة ألستوم بطول 250 كيلو مترا وتكلفته مليار وستمائة مليون جنيه. واستعرض مسؤولو الشركة الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال المنفذة حتى الآن، مثل تنفيذ النموذج التجريبي في حوش منطقة بني سويف لاختيار عناصر المشروع أو لاختبار عناصر المشروع عفوا، وتحديد مسارات الكابلات وأعمال مسح السكة الحديد على الخط بالكامل. وأكد عرفات أن سير القطارات على هذا الخط سيكون بمعدلات أمان عالية جدا، وسيؤدي النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة، وأن المشروع يتضمن تطوير جميع المزلقانات الموجودة بالخط، 86 مزلقان لتعمل أوتوماتيكية. يتفقد حاليا وفد برلماني عددا من المشروعات القومية بمحافظة البحر الأحمر، والتي نفذتها المحافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان. وفي تصريح خاص لأون لايف أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس معتز محمود أن الحكومة توفرت حوالي 350 مليون جنيه من أصل 900 مليون هي تكلفة تأمين مخرات السيول بمنطقة جبال البحر الأحمر. أيضا أكد وزير التموين الدكتور علي المصلحي أنه لا تراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حقا للمستهلك، وأصدر الوزير قرارا برقم 330 يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر
سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية. وجاء القرار استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017 والذي نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو. وأكد الوزير أنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بأن يزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية. بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووزير التموين الدكتور علي المصلحي، نظم قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات المؤتمر السنوي الثالث له بعنوان الإصلاح الهيكلي وتنافسية الصادرات لمناقشة مستقبل الإصلاح الهيكلي والنمو الشامل للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. يعتبر الإصلاح الهيكلي من أهم سياسات إحداث التغيرات السياسية والاقتصادية، وانطلاقا من هذه الأهمية نظم قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات مؤتمر القسم السنوي تحت عنوان الإصلاح الهيكلي وتنافسية الصادرات. مهم أن هذه الأبحاث تبقى يعني أبحاث بهدف أنها ما تبقاش أبحاث علمية، تبقى أبحاث تطبيقية نقدر نحن نستفيد منها. في طبعا شراكة، إحنا الأكاديمية يعني جزء أصيل من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ففي شراكة، هم عارفين طبعا المشاكل بيتم مشاركتهم فيها بحيث أن هذه الأبحاث تبقى تطبيقية وتخدم متخذ القرار بشكل أساسي. النهاردة المؤتمر بيتكلم عن إعادة الهيكلة وتنافسية الصادرات. إعادة الهيكلة بنقصد بيه إزاي نعيد هيكلة المنتجات بتاعتنا سواء في الزراعية أو الصناعية لتتواكب مع المطلوب سواء في الوطن العربي أو في أفريقيا بوجه الخصوص. إزاي نقدر نعيد الهيكلة دي بحيث أن احنا نبقى بالنسبة للصادرات بتاعتنا تبقى عليها إقبال ويبقى فيها قبول فعلا، وأن تكون الصادرات بتاعتنا دي بالجودة المطلوبة وبالسعر المناسب. يشمل المؤتمر عدة جلسات تناقش الأبحاث التي تتناول كيفية تخطي الاقتصاد المصري للصعوبات التي تواجهه، وكيف يمكن للإصلاح الهيكلي أن يحدث طفرة في الصادرات وخاصة الصناعية. الجلسة الأولى بتتكلم على إيه خطوات الإصلاح الهيكلي والنمو الشامل، الجلسة الثانية بتتكلم على كيفية إحداث طفرة في الصادرات وخاصة الصناعية والزراعية، الجلسة الثالثة بتناقش محور كيفية تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، ثم يأتي جلسة بعد ذلك وهي حلقة نقاشية بين كبار المفكرين الاقتصاديين بيضعوا رؤيتهم ازاي نعمل خطوات عملية نديها المتخذ القرار لتحقيق الإصلاح الهيكلي. يأتي هذا المؤتمر إيمانا بأهمية سياسات الإصلاح الهيكلي في دعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن، وكيف يمكن أن يسهم أيضا في دعم تنافسية الصادرات المصرية والارتقاء بها. مرنا عادل، أون لايف. عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مؤتمرا لبحث سبل الشراكة مع المعامل الدولية المسؤولة عن اختبار عدد من المنتجات المتعلقة بالقطاع الهندسي حتى تتمكن الصناعة المحلية من زيادة صادراتها لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية بخلاف فتح أسواق جديدة. يذكر أن مدة اختبار المنتج الواحد في المعامل خارج مصر قد تصل إلى عام ونصف العام، وبتكلفة تتخطى 10,000 دولار لكل منتج. فاصل قصير قبل أن نعود لنتابع. ارتفاعات قياسية للذهب وعيار 24 يتجاوز 709 جنيهات للجرام. من جديد أهلا بكم مرة أخرى. نذهب إلى جولة وفد البرلمان وتحديدا لجنة الإسكان في محافظة البحر الأحمر، ومعنا من هناك النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. أهلا بك، أهلا بك أستاذ معتز. بداية لو يعني تعطينا نظرة عما تفقدتموه في البحر الأحمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا كان اساسي بالنسبة لنا المشكلة كانت حصلت في راس غياب العام السابق وحصل كان سيل ضخم جدا وادى الى خسائر في الارواح وفي الممتلكات بتاعة العامة. فاحنا اول يوم قمنا بزيارة راس غياب وتفقدنا ايه الحكومة اللي قامت بيه خلال العام عشان تحمي اهالينا في راس غياب من تكرار هذه المشكلة مرة اخرى. نعم. والحقيقة تم عمل مصارف جديدة للسيول وعمل سدود وتحويلات وبرابخ لتحويل مجرى المياه في حالة حصول سيل بهذا الكم الضخم مرة اخرى بحيث انه ما ينزلش على مدينة راس غياب. وان تم نقل الناس اللي بيوتهم هدوها الى اسكان سواء ملاك اراضي ادوهم شقق ملكوهم او مستأجرين ادوهم وحدات سكنية. واحنا اتكلمنا مع مجموعة من الاهالي هناك قالوا ان مفيش اي مشكلة وان تم تسليم الوحدات، لكن في بعض الاهالي رغبت قالت لك لا انا عايز اخد الارض بتاعتي اللي هي في المنطقة اللي كان اصابها السيل قبل كده ويعيد البناء مرة اخرى. واحنا اطمننا تماما ان الموضوع مش يعني مش هتحصل ان شاء الله مشكلة تانية، لكن طلبنا ان نعمم الموضوع على محافظة الغردقة لان حضرتك عارفة ان هي بتحيط بيها سلسلة جبال. مش عايزين نخلص راس غياب نفاجأ ان جالنا سيل ضخم في سفاجة او في القصية. ففي الحقيقة الحكومة قالت ان هم عملوا دراسة ومحتاجين حوالي 1 مليار جنيه عشان ندعم مخارات السيول اللي في سفاجة وفي القصير. نعم. لان المخارات اللي هناك تتحمل سيول، لكن المخارات تتحمل سيول لكن ما تتحملش سيل حجم ضخم زي اللي حصل قبل كده. فهو تم اعتماد 350 مليون جنيه ده لمدينة راس غياب، واحنا ان شاء الله نكتب في التقرير بضرورة سرعة اعتماد 600 مليون جنيه لتطوير مخارات السيول على مستوى محافظة البحر الاحمر. زائد ان احنا طلبنا ان يبقى في التقرير يعني ان نطلب من القوات المسلحة انها تعمل استطلاع حوالين الجبال المحيطة بقنا وبالبحر الاحمر عشان نشوف تجمعات المية فين ونقدر نتوقع السيل بحجمه ينزل قد ايه، حتى لو الحتة ما فيهاش مخارات سيول يبقى في انذار مبكر ان نخلي المنطقة اللي ممكن ينزل فيها السيل. طيب سيادة النائب بعد كده نعم سيادة النائب معتز، يعني نحن دخلنا بالشتاء بالفعل ووفرتم 350 مليون كما ذكرت، بقية المبلغ حتى يتم تنفيذه وحتى يتم تطبيقه على أرض الواقع كل هذا الوقت يعني كم سيستغرق ونحن ربما نفاجأ في أي وقت بحدوث سيل معين؟ لا أنا عايز أوضح حاجة مهمة قوي، إن راس غياب كان ليها أولوية وتعمل فيها مخارات سيول، لكن القصير وسفاجة فيها مخارات سيول لكن فيها بحيرات. لكن احنا لا هي جاهزة بس انت ما تتوقعيش حجم السيل قد ايه. لو جالها حجم ضخم زي اللي جه في راس غياب لا مش هتستعمله. لكن احنا بنقول لو حصل هذا هو ما يتحدث فيه يعني هذه النقطة. ما هو حضرتك بقى ده دورنا احنا ودورنا الرقاب، احنا جينا ليه؟ عشان نشوف ايه المشاكل ونحلها. فهنزل الحكومة بأسرع وقت اعتماد المبالغ دي عشان نبقى مطمنين على محافظة الغردقة ككل ان ما يحصلش فيها مشكلة. زاد قلت لحضرتك برضو يعني ربما السؤال هنا انه لماذا كان التأخير طيب او لماذا لم يكن مبكرا عن هذا الوقت؟ لا ما هو حضرتك الاعتماد المالي اللي اتعمل 350 وبقت راس غياب آمنة تماما. حضرتك بقى ما نيجي نتكلم احنا بنتكلم بقى مش سفاجة والقصير فيها حضرتك بخارات سيول وبحيرات، لكن تستوعب كم قد ايه؟ لو كم ضخم لا احنا عايزين نعمل توسعة وتحديث ليها، لكن انا ما قلتش ان مش مفيش، لكن محتاجين نعمل توسعة. زاد قلت لحضرتك برضو ان احنا محتاجين ان يتعمل استطلاع حوالين الجبال سلسلة جبال البحر الاحمر نشوف المياه المتراكمة قد ايه وعمقها قد ايه، بحيث ان لو نبقى متوقعين السيل هيحصل قبليها نقدر نعمل زي اجراء احترازي. ده الهدف من الزيارة. تمام. تاني حاجة حضرتك في اي تعقيب حضرتك بالنسبة لموضوع مخارات السيول تاني؟
نعم انا بشكرك، وقتي انتهى يعني. لا انا وقتي انتهى برضه حضرتك، احنا هنا وايضا يعني يعني لم احصل على الاجابه التي اريدها، لكن على اي حال شكرا لك النائب معتز محمود رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب. شكرا. من محافظه البحر. شكرا. الاحمر. شكرا. شكرا لك. ارتفعت أسعار الذهب محليا بشكل قياسي تزامنا مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الدولار الأمريكي، وقد تجاوز سعر جرام الذهب عيار 18532 جنيها، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 709 جنيهات، وذلك في تعاملات الأسواق المحلية ظهر اليوم. على الهاتف الأستاذ إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة تجار الذهب، هذه الزيادة الكبيرة يعني كيف هي مرتبطة بسبب خارجك رفع سعر الفائدة مثلا؟ طيب أنا بس أحدث الأسعار لحضرتك، لأن احنا بنتكلم في الوقت في اللحظة اللي احنا فيها، عيار 18534، عيار 21623، عيار 24712، الجنيه 4984. يعني غالي أكتر. ايوه فندم، ايوه احنا عندنا زياده اكتر من 1% من امبارح تقريبا الساعه 7 مساء او 8 مساء. عظيم. الاسباب؟ الاسباب احنا عندنا رفع سعر الفايده 0.25% على الدولار، البنك الفيدرالي الامريكي رفع سعر الفايده 0.25% على الدولار، وده ادى الى ارتفاع المعادن الثمينه بوجه عام والذهب بوجه خاص كملاذ امن للاستثمار. فده ادى الى تكالب بعض المستثمرين العالميين الى الاستثمار في الذهب، وبالتالي ارتفع السعر في السوق المحلي بتقريبا بنفس النسبه، وان كانت تقريبا تزيد حاجه بسيطه بسبب انخفاض قيمه الجنيه امام الدولار الامريكي. نعم. ايضا نحن يعني على ابواب موسم الان، يعني اعياد راس السنه والكريسماس، بتتوقع ماذا في هذا الموسم استاذ ايهاب؟ ان ترتفع الاسعار ربما اكثر ام ماذا؟ احنا تقريبا هو ما بيحصلش تغير في الاسعار اعتبار من نقدر نقول يوم 23 ديسمبر كل من كل عام، ما بيحصلش تغير في الاسعار من 23 ديسمبر الى 1 من اول السنه الجديده، لانه بيكون دايما ديت مواسم الاجازات في البورصات العالميه، فما بيحصلش اي تضارب اي مضاربات على اسعار المعادن او على اسعار العملات في البورصات العالميه. ولكن احنا شايفين الاتجاه العام لاسعار الذهب هو اتجاه تصاعدي في الفتره اللي جايه بسبب رفع سعر الفايده، واعتقد ان ده هيكون مؤثر جامد جدا جدا في الفتره الجايه. احنا كنا نبهنا الناس، قلنا لهم السعر الذهب سعر كويس من يومين، قلنا لهم صحيح كان مستقر. نعم. فتره كويسه للناس اللي حابه ان هي تشتري ذهب ان هو يشتري ذهب، وما زلنا بنقول الكلمه ديت، وان كانت الاسعار دلوقتي اغلى من دي قبل، بس الحمد لله ان الاسعار برضه نقدر نقول عليها دلوقتي مناسبه. انا بشكرك، للاسف وقتي انتهى. طبعا الصوره وضحت، الاستاذ ايهاب واصف عضو مجلس اداره شعبه تجار الذهب، شكرا لك. أيضا مرة أخرى أو عودة إلى ملف غرفة الصناعة الهندسية مع معامل الدولية المسؤولة عن اختبار ما يتم من خروج منها من أجهزة. معنا المهندس بهاء ديمتري عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. أهلا بك مهندس بهاء، يعني بنعتذر عن الإطالة، طبعا انتظرتنا طويلا، ولكن هذا الاجتماع ما الذي دار فيه وما هي طبيعة عمل هذه المعامل يعني الاختبارية؟ أولا بشكر حضرتك على الاستضافة، وبشكر قناة اون تي في لايف. عايز أوضح بس لحضرتك الأول قبل ما نشرح جدوى المعامل، إيه السايكل أو الدورة اللي بياخدها أي منتج مصري هندسي علشان يتصدر للخارج. كل دول العالم ليها مواصفة وستاندر معين خاص بيها، لازم كل البضائع اللي تخش ليها تكون مطابقة لهذه المواصفة. طيب مين اللي بيعتمد هذا المنتج ان هو مطابق للمواصفات ديت؟ بعض المعامل الدولية، هي مش كتيرة على مستوى العالم يعني. فأي شركة صناعية عايزة تصدر المنتج بتاعها بتبعت عينة لإحدى الشركات في أوروبا. لو أخذنا مثال الهيئة المواصفات والجودة الإيطالية اللي كانت في زيارتنا أول امبارح في الغرفة، بتبعت لها عينة تروح تاخد
دورها، يعني طبعا كل دول العالم بتبعت تاخد دورها ثم تختبر. الاختبار بياخد اسابيع، الانتظار بياخد اسابيع، وبعدين ممكن ترد باي ملاحظه صغيره. لو المصنع حظه كويس واتقبلت العينه الاولى، هذا الموضوع بيستغرق حاجه من 6 لـ9 اشهر، والعينه الواحده ممكن تتكلف من 20 لـ25 ألف دولار، مصاريف شحن جوي وتامين عشان العينه توصل سليمه، ومصاريف اختبار، رسوم اختبار، ورسوم استخراج شهاده. فالغرفه بتسعى انها تجذب احد هذه الشركات او الهيئات الدوليه المعتمده في العالم كله انها تفتح معاملها في مصر. عظيم. افتتاح المعامل في مصر ده هيرفع معدلات التصدير طبعا، وهيسهل العمليه جدا جدا على المصنعين المصريين. عظيم. احنا كان في استضافه الغرفه اول امبارح يوم الثلاثاء الماضي هيئه المواصفات والجوده الايطاليه اللي عرضت، كانت جايه تتعرف على حجم السوق المصري وتعرف امكانياته وايه، وعرضت نشاطات اللي هي بتصدرها والشهادات اللي بتصدرها وافرعها. هي ليها افرع في عده مناطق في العالم، اسبانيا، تركيا، دبي، شنغهاي. صحيح. هولندا. طيب مهندس بهاء، وبالتالي الجدوى الاقتصاديه، يعني ما الذي سيوفره فتح مثل هذه المعامل في مصر مباشره؟ الحقيقه الجدوى الاقتصاديه من هذا الموضوع كبيره جدا، وزي ما بيقولوا ده هيعمل ادد فاليو عاليه جدا للصناعه المصريه وبالذات للشركات المصدره. اول حاجه ان احنا هنوفر الوقت الطويل اللي كان بيستغرقه اعتماد العينات في احدى دول العالم، سواء كان اوروبا او الصين او غيره، من 6 لـ9 اشهر. دي هتبقى يعني بضعه اسابيع، اسبوعين ثلاثه بالكثير في القاهره او في مصر لما يكون الواحد هيعتمد العينه بتاعته. مصاريف الشحن والاعتماد والرسوم كل ده هنوفره، لان تبقى نقل داخلي، مش هندفع بالعمله الصعبه، يبقى دفع بالجنيه المصري. اهم حاجه انا بعول عليها، اهم من كل اللي انا قلته دوت، هو عدم ضياع الفرص التصديريه. لان احنا لما بيجي لاحدى المصنعين فرصه تصديريه لاحدى دول العالم، واحدة حتى منطقه الخليج مثلا، علشان ينتظر 6 شهور عشان ياخد شهاده المطابقه المعتمده عشان يدخل بضاعته، بيكون الفرصه ضاعت. لان العميل اللي بيطلب سلعه مصريه ما هوش منتظر السلعه المصريه لما تاخد الاعتماد والمطابقه بتاعتها. صحيح. العالم كله بيتنافس النهارده منافسه شديده. الجدوى الاقتصاديه الثانيه الكبيره جدا برضو، ان وجود معامل في مصر هيجذب قطاعات لا تصدر انها تتشجع وتصدر وتحسن من جودتها وتحسن من مستوى المنتج بتاعها وتقلل اسعارها وتتقدم للتصدير. وجود المعمل جنبه في القاهره او في اي حته في مصر هيشجعه ان هو يصدر، هيشجعه ان هو يعمل منتج مطابق للمواصفات الدوليه ومطابق للمواصفات الدول اللي بتطلب منه. يعني احنا كان معانا احدى شركات النجف، وكان عنده طلبات تصديريه لكندا واستراليا واوروبا، ومش عارف يصدر لان على بال ما بيبعت يجيب الشهاده بيكون الفرصه ضاعت. طيب طبعا ده هيجذب قطاعات تصديريه احنا ما كناش نعرفها قبل كده. طيب مهندس بهاء، حضرتك تحدثت عن هذه الشركه الايطاليه، ولكن الا توجد شركات اخرى سريعا من جنسيات اخرى ستفتح لها نفس المعامل هنا في القاهره او في مصر سريعا لو سمحت؟ بالفعل ايضا هيئه المواصفات والجوده الصينيه بتدرس السوق المصري، واخذت يمكن خطوات اسرع شويه في انها تيجي تفتح فرع ليها في مصر. واحنا بنشجع طبعا كل الهيئات الدوليه المعتمده ديت ان هي بشكرك فديت وقتي يعني انتهى. بشكرك شكرا جزيلا وعذرا للمقاطعه المهندس بهاء دمتري، عضو شعبه الاجهزه الكهربائيه بغرفه الصناعات الهندسيه. قبل ان اترككم مذكركم فقط انه بعد ساعتين من الان حلقه خاصه من برنامج اسواق واعمال وحوار مع وزيره التضامن الاجتماعي غاده والي. كونوا دائما على الموعد، القاكم يوم الاحد القادم ان شاء الله. الى اللقاء.